أهلا بيك يا دكتور. مين هم يا دكتور الشركاء الإقليميون، وإيه هي فكرة إن هم هيكون ليهم دور حاسم في تسهيل وتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي؟ شوف يا ستي، في البيان اللي هو صدر مع رئيس الوزراء من رئيس مكتب صندوق النقد في مصر حوالي صفحتين، في جملة أو جملتين بتقول الآتي شبه بالنص يعني: وسيعمل الشركاء الدوليين والإقليميين بحسب على متابعة تنفيذ الإصلاحات والسياسات المتعلقة بهذا الموضوع. جملة غريبة الحقيقة استوقفتني، فكتبت عنها وطلبت يا إما من صندوق النقد أو من الحكومة المصرية إنها تشرح لنا إيه بس الكلام ده معناه إيه، لأن الكلام ده قانوني وما هوش جملة محطوطة بالصدفة يعني. لم يرد أحد. مين بقى بالضبط الشركاء الإقليميين؟ ما فيش، ما نعرفش، إنما بنخمن. جزء من التخمين إن السعودية رابع أكبر ممول لصندوق النقد. هل هي السعودية اللي حاطة ده؟ هل صندوق النقد اللي حاطط ده؟ ما نعرفش. إنما يكون الحكومة تشوف حاجة زي كده موجودة والناس بتتكلم عنها وما تردش توضح او اقل تنكر او تقول ان احنا غلطانين مش فاهمين الموضوع ايه، مساله الحقيقه غير مريحه. حضرتك كنت ذكرت ان اسرائيل قد يكون ليها دور، يعني هل نتوقع ان اسرائيل اللي حاربناها وخرجناها من بلادنا بالحرب نقدر اننا ندخلها مره تانية عن طريق الاقتصاد، او ان يكون ليها دور رقابة على العملية أو السياسة الاقتصادية لمصر؟ هي متوقفة على معنى كلمة الإقليميين دول مين، إنما من الواضح إن دول الخليج طبعت مع إسرائيل، وبالتحديد الأكثرهم الإمارات، لأن الإمارات عندها سوق مشتركة مع إسرائيل. السوق المشتركة معناها التعامل مع الإمارات في النهاية بشكل غير مباشر تعامل مع إسرائيل. أنا مش عايز أقول وأزعج الناس وأقول إن إسرائيل هتبقى وصية على مصر، لأن هذا فرضية الحقيقة مزعجة جدا إنها تتقال، وليس من مصلحة إنها تطرح يعني. حضرتك شفت ازاي ان مصر بعد كل المفاوضات الطويلة اللي عملتها مع الصندوق، ورغم ان المفروض ان زي ما المفاوضات دي مصر تحصل فقط على 3 مليار كقرض ومليار اظن اللي هو بتاع الضمان الائتماني لمصر، شايف ايه الاسباب اللي خلت رقم القرض متدني جدا بالشكل ده؟ شوف يا ستي، اللي مصر حصلت عليه بالتحديد هو اتفاق بين الفنيين سواء مصر او صندوق النقد على الحصول على 3 مليار دولار. قدمت طلب لمليار زياده. كلام مبهم بعد كده عن ان في 5 مليار دولار غالبا صندوق النقد طلبهم، لان صندوق النقد بيعمل كده باستمرار علشان يضمن التسليم. شروط بقى ال 3 مليار دول محتاجه مناقشه شويه. ليه؟ لان سيتم الموافقه عليها في اجتماع اللجنه التنفيذيه او المجلس التنفيذي او مجلس المحافظين لو حبيتي بتاع صندوق النقد في شهر ديسمبر. يعني الاتفاق لم يتم فعلا، وفي شهر بعد شهر ديسمبر ال 3 مليار دولار سيصرفوا على 4 مرات على 46 شهر، يعني تقريبا كل سنة حوالي 750 مليون جنيه. ليه 3 مليار بالذات؟ أنا هخمن بس، لأن مصر وصلت في اختراضها قبل كده مع الصندوق إلى 20 مليار ودفعت فعلا منهم 3. فالثلاثة الجداد دول بيوصلوا مصر إلى مستوى ال 20 اللي هو يبدو الصندوق مستريح ليه.
العجيب بقى في القصه دي كلها ايه؟ ان مصر بتدفع الاقساط دلوقتي لما 750 مليون دول هيبقوا مستحقين هيتخصموا من اللي مصر بتدفعه. فتوقعي من ان اي اموال هتوصل مصر من صندوق النقد ضعيف جدا. طب يعني احنا كل اللي عملناه ده وفي النهايه مصر لم تحصل على شيء حقيقي. طب بالنسبه لموضوع لم تحصل ومش كده وبس، حصلت على اتفاق في غايه الصعوبه تنفيذه، خاصه فيما يتعلق بموضوع سعر الصرف. سعر الصرف ده عباره عن تقريبا اعتقد المصريين بقوا متخصصين فيه دلوقتي، الشخص العادي المصري العادي بقى متخصص فيه، لانه بيصبح الصبح يروح يشتري حاجه من محل يقول له والله سعر الدولار ارتفع النهارده شويه فالسعر اعلى شويه، يروح ثاني يوم يقول له سعر الدولار ارتفع شويه فاعلى شويه، فجاه الناس البسيطه جدا انتبهت ان سعر الصرف بيأثر عليه. صحيح. واضح اختلال عجيب جدا الحقيقه في طريقه اداره الاقتصاد. الموافقه على ان سعر الصرف يبقى خاضع للطلب والعرض قنبله موقوف. ليه قنبله موقوفه؟ لان العرض من العمله او من الدولار غير معروف، لان البنوك ما بتبيعش الدولار، والطلب عليه غير معروف لان هم حددوا الاستيراد. لو العرض والطلب اتفتحوا بطبيعتهم بدون تدخل من البنك المركزي، انا تصوري ان هذه الحكومه لن تستطيع ان تتحكم في سعر الدولار، هيبقى مفتوحه يعني مفتوحه للظروف. وده التخوف الحقيقه اللي عندي. ليه؟ لان في الماضي لما كان في احتياطي كانوا بينزلوا السوق، لو في عرض قليل من الدولار بيضخوه، لو في عرض ناقص من الدولار انا اسف ناقص من الدولار بيضخوه، لو فائض بيمصوه. انما ده بيتطلب ان البنك المركزي يكون عنده احتياطي يسمح له انه يعمل العمليه دي. البنك المركزي عنده احتياطي 33 مليار، منهم 28 مليار ودائع. كلمه ودائع معناها انه قصيره الاجل، ما هيش طويله الاجل، وبالتالي يصعب عليه ان هم يستخدموا هذه الاحتياطيات ان هم يعدلوا سعر الصرف. فسعر الصرف لو فتح بالطريقه اللي بيقولوا عليها دي، انا تخوفي على مصر الحقيقه. طب دكتور، من وجهه نظر حضرتك، هي ايه السبب في الازمه الخاصه بالدولار الشديده جدا اللي بتعاني منها مصر في الوقت الحالي؟ يعني مصر بتعاني من ندره العمله الصعبه، ليه بقى؟ هو ما فيش لف ولا دوران. 60% من الاقتصاد المصري سري، وفي ناس بيستفيدوا منه والشعب ما بيشوفوش. ال 60% دي اقتصاد الجيش، اقتصاد الصندوق السيادي، واقتصاد الصناديق الخاصه. دي عملية ما تعرفيش المستفيد مين، ده المستفيد سري بيستولى او بيتحكم في 60% من الاقتصاد القومي. ال 60% دي من 400 مليار دولار، مبلغ ضخم. فجزء من الدخل بتاع الشعب بيتاخد، 60% منه بيتاخد، وبالتالي انت عندك ازمه نتيجه ان البلد مش طبيعيه متقسمه. ما فيش بلد فيها اكثر من اقتصاد، دي بلد فيها اكثر من اقتصاد. بالتحديد بقى ايه الازمه؟ لان الازمه محطوطه على 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 كتفي الشعب، مش على كتفي لا الجيش ولا الصندوق السيادي. اربع حاجات هقولهم لك بشكل سريع ونعد. انا اوريدي قلت الاحتياطي 33 ناقص 28 منهم ايداعات، يعني الموجود لنا حوالي 5 6 مليار وغالبا دول الذهب. الحاجه الثانيه، انت عندك ما يسمى ميزان المدفوعات، وهو اللي بيطلع من مصر من العمله واللي بيخرج من مصر من العمله واللي بيجي مصر من العمله، فيه عجز 10.5 مليار دولار. انت عندك في البنوك النظام المصرفي كله عجز 19.7% مليار دولار. دول غالبا جايين من الودائع. وبعدين عندك ميزانيه فيها صفر من الاموال، لان كل اللي فيها بينفق على الديون. فالمشكله ان انت بالاضافه لهذا ان انت لازم هتشتري اكل ومواد
خام ومستلزمات انتاج وخلافه علشان الاقتصاد يتحرك. فبين هذه الاربع ارقام المساله بتبقى صعبه، بتبقى صعبه خاصه وان طرق الاستدانه والاقتراض توقفت تقريبا او تجمدت شبه توقف كامل. الاول سمعنا طبعا من الرئيس ان العرب قالوا ان مصر وقعت ومش هتطلع تاني، وقال ان انا ساعدتكم كتير وانتوا ما بتساعدوش نفسكم، فالعرب خرجوا من الصور. المال الساخن مش هيرجع مصر ابدا، مش هيرجع امريكا، ان بكره هتلاقيها رفعت سعر الفايده، وسعر الفايده يخليها تقعد في امريكا. بل حصلت حاجه غريبه النهارده جدا، ان الخزانه الامريكيه عملت شهادات استثمار ب6.5، دي هتنافس جامد جدا اي محاوله ان اي دوله من الدول الناميه الناشئه زي ما بيسموها انها تقترض. فالمال الساخن خلاص خرج. المال بقى اللي هو السندات والحاجات اللي من هذا النوع، للاسف كل الديون المصريه السابقه بتباع وتشترى في السوق ثانيه يعني ثانويه بعد المرحله الاولى بخصم 40%. فانت تطلعي بسندات 100% بينما عنده هو المستثمر عنده فرصه ان هو يشتريها ب 60%. يعني بدل ما يشتري بالدولار 100 سنت هيشتري ب 60 سنت. فطرق الاقتراض توقفت، فايه اللي هيبقى؟ ان هو متصور ايه؟ متصور انه لو راح لصندوق النقد واداله مبلغ حتى ولو مش هيستفيد منه زي انا ما شرحت، ان هيجي مقرضين تانيين. هذا الكلام نجح المره الاولى انه جاب مال خاص، بس ده كان ظرف مختلف. هم كانوا بيزودوا الفايده الى اعلى سعر عشان يشجعوا المال الساخن. في النهايه هم قالوا ان المال الساخن ده لا يعتمد عليه، وده صحيح، وانا قلناها من زمان، انا بقول الكلام ده من 2016. فهم بيواجهوا دلوقتي ازمه راجعه مش بس لحجم الدين، لطريقه دفع الدين. هو بيدفع الدين من الجديد يغطي القديم. بس انا من باب الامانه لازم اقول ان في مشكلتين مزمنين في مصر ليس هذا النظام مسؤول عنهم، وهما انما مسؤول فقط على انه اهملهم. واي حاكم لمصر، اي حاكم هيجي مصر لم ينتبه لهم هيواجه نفس الازمه اللي هم فيها. واحد، ان عندك ما عندكيش ما يكفي من العمله الصعبه، بتولد العمله الصعبه في داخل البلد يغطي احتياجاتك. يعني انت لو ربنا كرمك يبقى عندك 80 ل 90 مليار دولار ما بين قناه السويس والسياحه والصادرات وتحويلات المصريين. احتياجاتك العاديه السنويه حوالي 120 ل 140 مليار دولار، فانت اوريدي في العجز وانت في الاقتصاد العادي، يعني وانت ما عندكيش ديون ولا اي حاجه. تضيف الديون هتدفعها منين؟ ولو لو لو فكرنا في موضوع رأس العمله الصعبه في الاقتصاد المصري المزمن، ده بيرجع الى من ايام عبد الناصر. هذا النظام لا ينتبه ليه، واي نظام ثاني لا ينتبه ليه هيواجه نفس المشكله. وبعدين هتضيفي عليها ان 60 او 65% من الاكل الغذاء ومنتجات ومستلزمات الانتاج بتيجي من بره طبعا، برضو علشان تعيش بهذا يبقى انت بتحط نفسك ما بين مطرقه. يعني حتى لو مش مسؤول عنها يا دكتور، لكن اهمالها تدفع الديون، يا اما انك تاكلي يا اما انك تشغل الانتاج. هم في الوضع ده بالضبط، وعلى فكره هم اختاروا ان هم يدفعوا علشان ما يتقالش ان هم افلسوا، انما ما يقدرش يستمر. يعني نتيجه ان هو عنده بضاعه موجوده في المواني، يا اما ان هو يدفع ويدخلها حوالي 18 مليار دولار، او ان هو يدفع الديون. فهو لو ما دفعش الديون يعتبر من اللغه العاميه مش قانونا، لان ما فيش افلاس في القانون الدولي، يعتبر مفلس. هو مش عايز الحكايه دي، فالنتيجه ان هو وقف عمليه الاستيراد، بس في توقيف عمليه الاستيراد وقف عمليه الانتاج، ووقف امكانيه ان الشعب يبقى عنده السلع اللي عايزها، فرفع الغلاء، فالغلاء ارتفع. فالازمه نتيجه ان هو لم ينتبه ان في مشكلتين مزمنين لازم يتعامل فيهم ويعالجهم في البدايه من اول يوم هو يخش الحب. والكلام ده لاي حد تاني يجي لمصر على فكره يديرها، لو انتبه لهاتين هيواجه نفس المشكله. دكتور محمود وهبه الخبير الاقتصادي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا.